معقولة اتيني واحدة تقول لي دخيلش تكلمي عن الخوات اللي فين بينهم صديقة مقربة بين الثلاثة وأربع خوات، وهالصديقة تكون العامل المخرب اللي تخلق فتنة ما بينهم. كيف؟ فتنة بين الأصدقاء انفهمناها، فتنة بين الخوات هاي ما جديدة أصلا. كيف أسمح لوحدة تدخل بيني وبين وتخرب نظرتي؟ كيف تتخرب نظرتي بأخوي أو أختي؟ كيف؟ أعرفهم، أنا متربي وياهم، أنا إحنا من بطن واحد أم وأب، يعني أنا الموضوع غريب. يقولون بلى في دكتورة غيرا بين الناس، وفي بين الخوات، وفي كذا وكذا. اللهم صلي وسلم عليك. نعم صلوا على النبي يا جماعة، بس عادي يعني لمتى بنتم نكرر نفس القصص وما نهتم بأنفسنا ونوقف هذه العادات؟